إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليماً كثيراً. وبعد، معاشر الإخوة، نحن مع الدرس 20 من دروس السيرة النبوية المختصرة من خلال كتاب الفصول في اختصار سيرة الرسول للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. وموعدنا في هذه الليلة مع حدث مهم وبارز من أحداث سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهو غزوة الحديبية. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في السنة 6 وتحديدا في ذي القعدة، وذو القعدة هو أحد الأشهر الحرم التي كان العرب يذهبون فيها إلى مكة لأداء الحج أو العمرة، فكانت أشهر حرم يأمن الناس على دمائهم وأموالهم في هذه الأشهر الحرم، وكانت معظمة عندهم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يريد العمرة، فلما علمت قريش جمعت حلفاءها وعزمت على أن تصده عن بيت الله الحرام، مع أنهم يسمحون للقاصي والداني للكبير والحقير، إلا أن شدة عداوتهم للنبي صلى الله عليه وسلم أبت عليهم إلا أن يضمروا هذا المنع وهذا الصد عن البيت الحرام. فخالفهم النبي، وبعثوا في مقدمتهم خالد بن الوليد في خيلهم وفرسانهم، فخالفه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه وصل إلى منطقة بين مكة والمدينة يقال لها كراع الغميم، فخالفه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أتى الحديبية، والحديبية قريبة من مكة. رجع خالد ووقف في وجه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكان عدتهم 1400 أو 1500 رجل. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم في المفاوضات معهم ليأذنوا له بالدخول، وتوسط في ذلك عدد منهم عروة بن مسعود الثقفي، ولكن دون جدوى. فقريش عزمت ألا يدخل النبي صلى الله عليه وسلم عليهم هذا العام، وقالوا لا يمكن أن تسمع العرب أنك دخلت علينا مكة عنوة، يعني رغما عنا. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يفاوضهم، فطلب من عمر أن يذهب إلى مكة، فقال له عمر رضي الله عنه: إنك تعلم شدة عداوتي لقريش وعشيرتي، ليس لهم شأن ولا قوة ولا منعة في قريش، ولكن ابعث عثمان، لأن عثمان رضي الله عنه من بني عبد مناف، وهم أصحاب قوة ومنعة في مكة، بحيث لا يجرؤ أحد أن يؤذيه، فضلا عن أن
يعتدي عليه بقتل ونحو ذلك. فقبل النبي صلى الله عليه وسلم مشورة عمر وأرسل عثمان رضي الله عنه. ويقال أن قريشاً عرضوا على عثمان أن يطوف بالبيت فأبى وقال والله لا أطوف حتى يطوف به النبي صلى الله عليه وسلم. وتأخر عثمان على غير المعتاد على النبي صلى الله عليه وسلم، وأشيع أن عثمان رضي الله عنه قد قتل، فعزم النبي صلى الله عليه وسلم على مناجزة القوم وطلب من أصحابه أن يبايعوه على الموت بحيث لا يرجعون، إما أن يصلوا إلى مكة أو يموتوا دونها، وهي التي تسمى بيعة الشجرة، وهي المسمات أيضا بيعة الرضوان، لأن الله سبحانه وتعالى قال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فبايع الصحابة رضوان الله عليهم جميعا ما عدا أحد المنافقين يقال له الجد بن قيس، فإنه اختفى وتوارى عن عين النبي صلى الله عليه وسلم وعن أعين الصحابة، وقام النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ كفه اليسرى وقبض بها على كفه اليمنى وقال هذه عن عثمان، يعني بيعة لعثمان الغائب. إلا أن سهيل بن عمرو وهو أحد سادة قريش قدم لاستكمال المفاوضة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال من هذا القادم؟ قالوا سهيل بن عمرو. قال قد سهل أمركم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل، وفعلا قدم سهيل على النبي صلى الله عليه وسلم وفاوضه وصالحه على أن يعود هذا العام بناء على اتفاقية تضمنت عدة شروط رآها كثير من المسلمين مجحفة في حقهم، ومنهم عمر رضي الله عنه الذي تذمر وضجر وقال أولسنا على الحق وهم على الباطل، واستشار أبا بكر رضي الله عنه في أن يناقش النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الصلح وفي هذه البنود، فأشار عليه أبو بكر رضي الله عنه أن لا يفعل وهو رسول الله حقا، والله سبحانه وتعالى لن يضيعه. وكان من بنود هذه الاتفاقية أن يعود النبي صلى الله عليه وسلم بنفس الأشخاص وليس معهم إلا سلاح الراكب، وأن تخلي لهم قريش الحرم وألا يزيدوا في مكثهم في مكة على 3 أيام، وأن من أحب من قبائل العرب أن يدخل في حلف النبي صلى الله عليه وسلم فليدخل، ومن أحب أن يدخل في حلف قريش فليدخل. فدخلت خزاعة في حلف النبي صلى الله عليه وسلم، ودخل بنو بكر ابن منات في حلف قريش، وسيأتي في واقعة فتح مكة علاقة هاتين القبيلتين بأسباب فتح مكة. ومن بنود هذا الصلح أن من جاء مؤمنا من قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم لزمه أن يعيده، ومن جاء أو ومن رجع من المسلمين إلى مكة فإن قريش لا تلتزم بإعادته، لكن استثنى النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنات المهاجرات. وكان من بنود هذه الاتفاقية وضع الحرب بين الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين وبين قريش 10 سنوات، وهذا ما كان يريده النبي صلى الله عليه وسلم. كان أهم بند في هذا الاتفاق وفي هذا الصلح هو هذا البند، وهو وضع الحرب بين
المسلمين والمشركين 10 سنوات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا الاتفاق باشر بنشر الدعاة والرسل حتى أوصلهم إلى الشام وإلى العراق، بعثهم بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والدعوة إلى هذا الدين. وقصة رسول النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل ملك الروم مشهورة معروفة، وقد رواها الإمام البخاري، وذكر قصتها أبو سفيان ابن حرب بعد أن أسلم، وكيف أن هرقل سأله 15 سؤالا عن صفات النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ثم قال بعد ذلك مخاطبا وفد قريش الذين يتزعمهم أبو سفيان، قال: إن كان ما تقول حقا، ولاحظوا كيف هذا الحاكم الذي يقال أنه كان من علمائهم، قال: إن كان ما تقول حقا في هذه الصفات التي ذكرتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وعن دعوته، إن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين، وكان في الشام. ولو أني أعلم أني أخلص إليه أستطيع الوصول إليه لغسلت القذى عن قدميه. يعني كأنه يتعجب كيف تحاربون هذا الرجل الذي له هذه المنزلة وهذه المكانة العظيمة. فشق على المسلمين هذا الصلح، وكان النبي صلى الله عليه وسلم وعدهم أنهم سيدخلون مكة محلقين رؤوسهم ومقصرين، ولذا كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا الصلح: أولست وعدتنا أن ندخل مكة؟ قال: وستدخلونها. فرجع النبي قبل أن يرجع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أصبح في حكم المحصر، فأمر أصحابه أن يذبحوا هديهم وأن يحلقوا رؤوسهم أو يقصروا، إلا أنهم ترددوا رضي الله عنهم، مما أغضب النبي صلى الله عليه وسلم، ودخل على زوجته أم سلمة، فلما رأت الغضب في وجهه قالت: من أغضبك يا رسول الله؟ قال: إني أمرت المسلمين أن يحلقوا رؤوسهم ويذبحوا هديهم فأبوا أو لم يفعلوا. فقالت: لا عليك يا رسول الله، لا تكلمهم، أخرج ولا تكلمهم، اذبح هديك واحلق رأسك. فلما رأى المسلمون ذلك بادروا وتزاحموا وتسابقوا رضي الله عنهم، وحلقوا جميعا ما عدا 2 منهم قصروا. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وهذا الصلح وهذه الواقعة هي الفتح الذي أنزل الله سبحانه وتعالى فيه سورة كاملة: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. يقول ابن مسعود: أنتم تظنون أن هذا الفتح هو فتح مكة؟ إنما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد عودته من الحديبية، وفعلا كان فتحا عظيما على المسلمين. ولذا سنرى أنه بعد مضي 2، فصلح الحديبية كان في ذي القعدة 6 من الهجرة، وفي رمضان في 8 من الهجرة كما سيأتي إن شاء الله كان فتح مكة. في هذا الصلح كان عدد من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم 1500، وفي فتح مكة تضاعف هذا العدد حتى وصل 10,000 مقاتل. ولذا فعلا كان فتحا عظيما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمن على أصحابه فتفرقوا دعاة إلى هذا الدين، فأقبل الناس يدخلون في هذا الدين جماعات وفردان، وكانوا قبل ذلك
يهابون قريش، لكن لما تصالحوا مع النبي صلى الله عليه وسلم زالت هذه الهيبة، فكانت في مصلحة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ودعوته، وكان فتحا عظيما على المسلمين، ممهدا للفتح الأعظم لمكة الذي سيأتي إن شاء الله في درس سابق. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى كل خير، وأن يصلح أحوالنا وأعمالنا، وأن يرزقنا اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم واقتفاء سيرته، وأن يحشرنا في زمرته يوم القيامة، وأن يسعدنا باللقاء به في جنته إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.